الله أكبر الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة FLAD 对个。 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين امنت عليهم غير المكتوب عليهم <applause> كان الحديث جاريا عن سريه الرجيع وفيما يلي مزيد من التفاصيل الوارده في الاحاديث وكتب التاريخ وقد جاء تفصيل سريه الرجيع في صحيح البخاري كما يلي عن ابي هريره رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشره رهط سريه عينا وامر عليهم عاصم بن ثابت الانصاري فانطلقوا حتى اذا كانوا بالهداه وهو بين عسفان ومكه ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان فنفروا لهم قريبا من مئتي رجل كلهم رامن فاقتصوا اثارهم حتى وجدوا ماكلهم تمرا تزودوه اي الصحابه من المدينه فقالوا اي قال بنو لحيان هذا تمر يثرب فاقتصوا اثارهم فلما راهم عاصم واصحابه لجاوا الى فدفد واحاط بهم القوم فقالوا لهم انزلوا واعطونا بايديكم ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم احدا قال عاصم بن ثابت امير السريه اما انا فوالله لا انزل اليوم في ذمه كافر اللهم اخبر عنا نبيك فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في سبعه فنزل اليهم ثلاثه رهط بالعهد والميثاق منهم خبيب الانصاري وابن الدثنه ورجل اخر فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قصيهم وأوثقوهم، فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحابكم إن لي في هؤلاء لأسوة، لا يريد القتلى، فجروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى، فقتلوه فانطلقوا بخبيب وابن الدثنة حتى باعوهما بمكة، بعد وقعه بدر فابتاع خبيبا بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر فلبث خبيب عندهم اسيرا صحيح ان الروايه الوارده في صحيح البخاري المذكوره انفا تقول بان هذه الجماعه كانت تتكون من عشره صحابه تستطلع الظروف وكانوا يتنقلون من هنا الى هناك سرا ولكن امراه عرفت التمر واثارت ضجه فهاجمهم العدو ولكن يقول معظم كتاب السير ان هذه الجماعه كانت جاهزة للانطلاق بهدف استطلاع الأمور ولم تكن قد انطلقت بعد حتى بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد قادم وقد استنبط سيدنا المصح الموعود وميزة بشير أحمد رضي الله عنهما من بعض كتب التاريخ وقالا إن هذه الجماعة ذهبت مع الوفد لذا يتبين مما ذكر في صحيح البخاري وكتب السيرة عن سفرهم سرا انما هو سهو من الرواة لانهم ما كانوا بحاجة للتستر بل كانوا ذاهبين الان مع اناس من عضل وقارة غير انه يمكن الظن حتما انهم لما وصلوا الى ما بين عسفان ومكة اطلع اناس من عضل وقارة الذين كانوا قد جاءوا بهم نتيجة مؤامرة ناقضين العهد بني لحيان بحسب مؤامرة مدبرة سلفا فوصل بنو لحيان إلى هناك مع مئتي مهاجم والله أعلم بالصواب على أي حال إن مئتي رجل من بني لحيان ومن بينهم مئة من الرماة الماهرين هاجموا الصحابة فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى جبل يقال له فتفد وفي لفظ قردد فاحاط المشركون الصحابه وقالوا لكم العهد والميثاق ان نزلتم الينا الا نقتل منكم رجلا انا والله لا نريد قتلكم انما نريد ان نصيب منكم شيئا من اهل مكه فقال عاصم اما انا فلا انزل في ذمه كافر لانني نذرت الا انزل في ذمه كافر ما بقيت حيا وكان نفس الجواب لصاحبيه ايضا اننا لن نقبل ذمه اي مشرك ولن نقبل عهودهم وهنا دعا عاصم اللهم اخبر عنا نبيك ثم بدا القتال بينهم فكان امير الجيش عاصم يقاتل بشجاعه كبيره وينشد ابياتا ما علتي وانا جلد نابل والقوس فيها وتر عنابل تزل عن صفحاتها المعابل الموت حق والحياه باطل وكل ما حمى الاله نازل بالمرء والمرء اليه ائل ان لم اقاتلكم فامي هابل لقد ظل جميع هؤلاء الصحابه يواجهون العدو بكل شجاعه وثبات واخذ عاصم يرميهم حتى فنيت نباله ثم طاعنهم حتى انكسر رمحه ولم يبق معه سوى سيفه فلما تيقن من موته خاف على ستره لان الاعداء اذا قتلوا عدوهم مثلوا بجثته وعروها فدع الله تعالى قائلا اللهم اني حميت دينك اول النهار فاحمي لي لحمي اخره ثم انشغل في قتالهم بعد هذا الدعاء فجرح رجلين منهم وقتل واحدا حتى حان اجله فاستشهد مع سته من اصحابه الاخرين كتب حضره ميرزا بشير احمد هذه الواقعه كما يلي لقد جهز النبي صلى الله عليه وسلم في شهر صفر الرابع للهجره مجموعه من عشره من صحابته تحت قياده عاصم بن ثابت وامرهم بالتوجه الى مكه سرا وجمع معلومات عن خطط قريش وتحركاتهم لم تكن هذه المجموعه قد انطلقت بعد حين جاء بضعه اشخاص يمثلون قبيلتي عضل وقاره الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له بان العديد من ابناء قبيلتهما يميلون نحو الاسلام ثم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل بعض قومه ليعلموهم تعاليم الإسلام سر النبي صلى الله عليه وسلم برغبتهم وأرسل معهم المجموعة التي كانت تستعد للانطلاق لجمع المعلومات الاستخباراتية عن قريش وتبين لاحقا أن هؤلاء المبعوثين كانوا كاذبين وإنما جاءوا إلى المدينة بتحريض من بني لحيان الذين لجأوا إلى هذه الحيلة بغرض الثأر لمقتل زعيمهم سفيان بن خالد، وكانوا ينوون مهاجمة المسلمين إذا استطاعوا خداعهم للخروج من المدينة، وكانوا بنو لحيان قد وعدوا هؤلاء الناس من عضل وقارة بعدد كبير من الجمال مكافأة لهم. فلما وصل هؤلاء المبعوثين الغادرين من بني عضل وبني قر مع هذه المجموعة من المسلمين بين مكة وعسفان أرسلوا تلميحا إلى بني لحيان أنهم يسيرون مع عشرة من المسلمين فأسرعوا للحوق بنا فخرج مئتي مقاتل من بني لحيان مئة منهم خبراء في رماية السهام وأحاطوا بهذه المجموعة من المسلمين في الرجيع، كيف لعشرة أن يقاوموا مئتي مقاتل. ولكن لم يعلم المسلمون الاستسلام قط فعندما رآهم هؤلاء الصحابة لجأوا الى مكان مرتفع واستعدوا لمواجهتهم فنادى عليهم الكفار الذين لا يرون الخداع معيوبا أن ينزلوا من المرتفع وأكدوا لهم انهم لن يقتلوهم فرد عاصم بانه لا يمكنهم الوثوق بهم وانهم لن ينزلوا ابدا بذمتهم ثم رفع وجهه نحو السماء ودعا الله اللهم انا قد بلغنا رساله رسولك فبلغه الغداه ما اتى الينا باختصار قاتل عاصم واصحابه واستشهدوا اخيرا مقاتلين ومحاربين كيف تم الحفاظ على جثة عاصم بن ثابت وفق ما دعا الله تعالى أن يحمي لحمه؟ يقول عنه حضرة ميزة بشير أحمد مزيداً يروى ضمن روايات واقعة الرجيع أنه عندما علمت قريش أن عاصم بن ثابت كان من بين الذين قتلوا على يد بني لحيان في الرجيع، تذكروا أن عاصماً قد قتل زعيماً من قريش في معركة بدر، فأرسلوا رسلهم الخواص إلى الرجيع ليحفظوا رأس عاصم أو أحد أطراف جسده حتى يشفو غليل ثأرهم منه ويروى أيضا أن سلافة بنت سعد والدة من قتله عاصم قد نذرت أن تشرب الخمر في جمجمة قاتل ابنها وأعلنت عن مكافأة قدرها مئة جمل لمن يأتي برأس عاصم كانوا الى هذا الحد المتفاقم يكنون نار الثار والانتقام ولكنه حدث امر بتصرف من الله اذ حين وصل مبعوث قريش الى الرجيع وجدوا ان جثه عاصم مغطاه تماما باسراب من الزنابير والنحل ولا تتحرك عنها باي شكل من الاشكال فانهم لم يتمكنوا من ازاحتها عنه رغم بذل ما في وسعهم لذلك واخيرا عاد هؤلاء خائبين خاسرين بعد ذلك بفتره قصيره نزلت امطار غزيره احدثت فيضانا شديدا جرف جثه عاصم وقد سجل في التاريخ انه عندما اعتنق عاصم الاسلام قرر الامتناع تماماً عن كل ما له علاقة بالوثنية، لدرجة تعهد بأنه لن يلمس حتى مشركاً، فعندما علم عمر -رضي الله عنه- باستشهاده وبالحفاظ على جثته قال: «كيف يقدر الله إخلاص المؤمن ومشاعره؟ فقد حقق لعاصم حتى بعد موته ما تعهد به مع نفسه، وحفظه من مس المشركين». ويلقب عاصم بحمي الدبر اي الذي نجي بواسطه الدبر والنحل وقد حفظه الله تعالى بعد موته بواسطه الدبر ثم ذكر عن استشهاد معتب بن عبيد والمظلومين الاخرين فقد ورد عن معتب بن عبيد اصيب بجروح خطيره اثناء القتال وتمكن الاعداء من الوصول اليه واستشهدوه ايضا وعلاوه عليه فقد استشهد خمسه من رفاقه ايضا بسهام العدو اثناء القتال وهكذا استشهد سبعه من هؤلاء الصحابه وبقي ثلاثه منهم فقط اي سيدنا خبيب بن عدي وسيدنا زيد بن الدثينه وسيدنا عبد الله بن طارق فقال لهم الكفار لكم العهد والميثاق ان نزلتم ان نقدم لكم الامان فاستسلموا فنزلوا اليهم لكن الكفار فور نزولهم امسكوا بهم ثم اطلقوا اوتار قصيهم فربطوهم بها فقال عبد الله بن طارق هذا اول الغدر والله لا اصحبكم ان لي بهؤلاء الشهداء لاسوى لا فجروه وبذلوا جهودا ليسير معهم فابى ان يصحبهم فقتلوه ورد في بعض الروايات أن الكفار أسروا هؤلاء الثلاثة وساروا بهم إلى مكة ليبيعوهم لأهل مكة فلما وصلت هذه القافلة إلى مر الظهران وهو موضع على بعد 22 كيلو مترا شمال مكة انتزع عبد الله بن طارق نفسه وأخذ سيفه وعزم على المقاومة فلما راى الاعداء حماسه للجهاد استاخروا عنه ورموه بالحجاره حتى قتلوه فقبره بمر الظهران يقول حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه عن ذلك حين استشهد منهم سبعة وبقي خبيب بن عدي وزيد بن الدثينة وصحابي آخر استنزلهم الكفار مرة أخرى وواعدوهم أنهم لن يضروهم إذ كانوا يتمنون أسرهم أحياء فانخدع هؤلاء المسلمون البسطاء هذه المرة ووقعوا في فخهم فنزلوا لكن الكفار فور نزولهم اعتقلوهم باوتار قصيهم عندما لم يطق رفيق خبيب وزيد وذكر اسمه في التاريخ عبد الله بن طارق الصبر وقال للكفار هذا اول نقط للعهد منكم ولا ندري ماذا ستفعلون بنا لاحقا فرفض المشي معهم فجروه قليلا وضربوه ثم قتلوه وتركوه هناك فلما كان انتقامهم قد حصل فقد اخذوا معهم خبيبا وزيدا الى مكه افراحا لقريش وطمعا في المال ثم باعوهما في مكه اذ قد ابتاع خبيبا اولاد الحارث بن عامر بن نوفل لان خبيبا كان قد قتل الحارث في بدر اما زيد فاشتراه صفوان بن اميه لقد اسر المشركون سيدنا خبيب بن عدي وسيدنا زيد بن الدثنه واخذوهما الى مكه وهناك باعوهما فاشترى اولاد الحارث بن عامر سيدنا خبيبا كما ذكر سابقا لكي ياخذوا ثار ابيهم الحارث الذي كان سيدنا خبيب قد قتله يوم بدر يقول ابن اسحاق ان حجير بن ابو ايهاب التميمي كان قد اشترى سيدنا خبيبا وكان حليف اولاد الحارث فاشتراه منه عقبه بن الحارث ليأخذ ثأر ابيه وقيل ان عقبه بن الحارث كان قد اشترى سيدنا خبيبا من بني النجار وقيل أيضا أن أبا إيهاب وعكرم بن أبي جهل وأخنس بن رشيق وعبيد بن الحكيم وأمية بن أبي عتبة وبن الحضرمي وصفوان بن أمية كلهم معا اشتروا سيدنا خبيبا وكل هؤلاء قد قتل آباؤهم في معركة بدر فاشتروا سيدنا خبيبا وسلموه <applause> لعقبه بن الحارث وهو حبسه في بيته. يقول ابن هشام انهم باعوا سيدنا خبيبا وسيدنا زيد بن الدثنه باسيرين من هذيل كانا بمكه. وفي روايه ان, أن زيدا بيع بمثقال من ذهب ويقال بخمسين بعير. وبيع سيدنا خبيب أيضا بخمسين بعير، وفي بعض الروايات أن سيدنا خبيبا بيع بمائة بعير، وفي رواية أنه بيع بثمانين مثقالا من ذهب، ويقال اشترك فيه ناس من قريش، ودخلوا بهما في الشهر الحرام في ذي القعدة، فحبسوهما حتى انقضت الأشهر الحرم، وقد تناولت التفصيل عن أشهر الحرم في الخطبة الماضية أيضا. قال ابن اسحاق وابن سعد اشترى زيدا صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف وقد أسلم صفوان بعد ذلك وحبسه عند ناس من بني جمح ويقال عند عبده نستاس فلما انسلخت الاشهر الحرم بعثه صفوان مع عبده نصطاص الى التنعيم وهو مكان على مسافه ثلاثه او اربعه اميال من مكه الى طريق المدينه والشام واخرجه من الحرم ليقتله واجتمع رهط من قريش منهم ابو سفيان بن حرب حين جيء به للقتل قال ابو سفيان انشدك الله يا زيد اتحب ان محمدا عندنا الان في مكانك نضرب عنقه وانت في اهلك قال والله ما احب ان محمد الان في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكه تؤذيه وانا جالس في اهلي فقال ابو سفيان ما رايت من الناس احدا يحب احدا كحب اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم له ثم قتل نستاس زيدا رضي الله عنه وفي روايه ان نصاصا واناسا اخرين من قريش اخذوا يرمونه بالسهام حتى استشهد وكان نصاص هذا الذي قتل زيدا اسلم فيما بعد وقال ابن عقبه استشهد زيد وخبيب في يوم واحد وفي اليوم الذي لقيا مصرعهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وعليكم السلام. لقد سرد حضرة ميزة بشير أحمد هذه الواقعة كالتالي: أخذ صفوان بن أمية أسيره زيد بن الدثنة خارج حدود الحرم مع جماعة من كبار قريش وأمر عبده نستاس بقتل زيد فتقدم نستاس ورفع سيفه وفي تلك اللحظة تقدم أبو سفيان بن حرب الذي كان من بين المتفرجين نحو زيد وقال له أنشدك الله يا زيد أتحب أن محمدا عندنا الآن وتضرب عنقه مكانك وأنت فرحان بين أهلك فقال زيد وهو غضبان: والله يا ابا سفيان ما احب ان محمد الان في مكانه الذي هو فيه وتصيبه شوكه تؤذيه وانا انجو بنفسي. فقال ابو سفيان عفويا: والله ما رايت من الناس احدا يحب احدا كحب اصحاب محمد محمدا. صلى الله عليه وسلم ثم قتل نصطاس زيدا رضي الله عنه ولقد كذب حضرة المصح الموعود عن واقعة القتل هذه كان أحد هؤلاء المتفرجين أبو سفيان سيد مكة فالتفت إلى زيد وسأله ألا يسرك أن يكون محمد في مكانك لنضرب عنقه بينما تكون أنت مرتاحا بين أهلك، فرد عليه زيد بغضب واستنكار: ماذا تقول يا أبا سفيان؟ لا والله ما يسرني أني في أهلي وأن رسول الله في مكانه في المدينة تصيبه شوكة تؤذيه، فبهت أبو سفيان لهذا الإخلاص والحب ونظر إلى زيد مذهولا وقال بصورة عفوية ولكن في نبرة حذرة: والله ما رأينا أحدا يحب أحدا مثل ما يحب أصحاب محمد محمدا وكتب أحد أصحاب السير عن استشهاد خبيب رضي الله عنه كان خبيب رضي الله عنه عند حجير ابن إهاب وكان أسيرا في دار أولاد الحارث بن نوفل فعاملوه بقسوة فقال لهم خبيب رضي الله عنه لا يعامل قوم كرام أسيرهم هكذا فتأثر هؤلاء الكفار بقوله وبداوا يحسنون معاملته قال ابن شهاب قال عبيد الله بن عياض ان بنت الحارث اخبرته انهم حين اجتمعوا اي اجمع على قتل خبيب استعار منها موسى يستحد بها فاعارته اياها فذهب ابن لي الى خبيب وانا غافله حين اتاه قالت فوجدته مجلسه على فخذه والموس بيده ففزعت فزعه عرفها خبيب في وجهي فقال تخشين ان اقتله ما كنت لافعل ذلك لان المسلمين يفون بالعهد ولا يظلمون قالت بنت الحارث والله ما رايت اسيرا قط خيرا من خبيب والله لقد وجدته يوما ياكل من قطف عنب في يده وانه لموثق في الحديد وما بمكه من ثمر وكانت تقول انه لرزق من الله رزقه خبيبا فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب ذروني اركع ركعتين فتركوه فركع ركعتين ثم قال لولا ان تظنوا ان ما بي جزع لطولتهما

اس لیے نماز لمبی نہیں پڑھی چھوٹی پڑھی ہے کہ تمہیں یہ وہم نہ ہو جائے کہ میں نے شاید موت سے بچنے کے لیے گھبراہٹ میں نماز لمبی پڑھی ہے اگر تمہارے میرے دل میں یہ خیال نہ آتا کہ تم تمہارے دل میں کبھی یہ خیال آ جائے کہ شاید میں اس لیے لمبی پڑھ رہا ہوں تو اور تم نارمل مجھے دیکھتے تو میں شاید نماز لمبی پڑھتا بہرحال پھر انہوں نے اپنے خدا سے دعا مانگی ثم دعا اللهم احصهم عددا ثم انشد ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزع لقد سرد حضره منزه بشير احمد احوال اسر خبيب رضي الله عنه كما يلي: بينما كان هذان الصحابيان في اسر قريش، استعار خبيب من ابنه الحارث موسى للاستحداد فاتته اياها، فلما كانت هذه الموس بيد خبيب جاء طفل صغير السن لبنت الحارث الى خبيب وهو يلعب. فاجلسه خبيب على فخذه وعندما رات الام ان خبيبا يحمل موسا في يده والطفل جالس على فخذه ارتعدت وتحول وجهها الى اللون الشاحب راها خبيب وفهم خوفها وقال هل تظنين اني ساقتل هذا الطفل لا تظني ذلك لن افعل ذلك ان شاء الله وبكلام خبيب ظهر الاطمئنان في وجه الأم اليائس. وقد أعجبت هذه المرأة بأخلاق خبيب العالية لدرجة أنها كانت تقول فيما بعد: إنني لم أرى سجينا بمثل أخلاق خبيب. وكانت تقول أيضا: إني رأيت في يد خبيب يوما عنقودا من العنب كان يأكل منه العنب، مع أنه في تلك الأيام لم يكن بمكة عنب قط. وخبيب كان مقيدا بسلاسل من حديد، كانت تقول: "إنني أعتقد أن هذا كان رزقا من الله جاء إلى خبيب". وفي رواية أخرى ورد حادث سجن خبيب بن عدي كما يلي: "كانت ماوية مولاة حجير بن إيهاب، وهي التي كان خبيب بن عدي محبوسا في بيتها بمكة حتى تنقضي الأشهر الحرم فيقتل" اسلمت ماويه فيما بعد فحسن اسلامها وكانت ماويه تروي هذه القصه فيما بعد فتقول والله ما رايت احدا خيرا من خبيب لقد اطلعت عليه من صير الباب وانه لفي الحديد ما اعلم في الارض حبه عنب تؤكل اي لم تكن في تلك المنطقه عنب وان في يده لقطف عنب مثل راس الرجل ياكل منه اي كان عنقودا كبيرا ويتبين من هذه الروايه ان هذا لم يحدث مره بل حدث عده مرات وما هو الا رزق الله وكان خبيب يتهجد بالقران فكان يسمعه النساء فيبكين ويرققن عليه قالت فقلت له يا خبيب هل لك من حاجه فقال لا الا ان تسقيني العذب ولا تطعميني ما ذبح على النصب أي: لا تعطيني ما تذبحون باسم الأوثان. والأمر الثالث هو: وتخبريني إذا أرادوا قتلي. فلما انسلخت الأشهر الحرم، وأجمعوا على قتله، أتيته فأخبرته، فوالله ما رأيته اكترث لذلك، وقال: ابعثي إلي بحديدة أستصلح بها، قالت فبعثت اليه بموس مع ابن ابي حسين قال الراوي وكانت تحضنه ولم يكن ابنها ولاده قالت فلما ولى الغلام قلت ادرك والله الرجل ثاره اي ابني عنده وفي يده موس فسوف ينتقم اي شيء صنعت فبعثت هذا الغلام بهذه الحديده فيقتله ويقول رجل برجل فلما اتاه ابني بالحديده تناولها منه ثم قال ممازحا له وابيك انك لجريء اما خشيت امك غدري حين بعثت معك بحديده وانتم تريدون قتلي قالت ماويه وانا اسمع ذلك فقلت يا خبيب إنما اتمنتك بأمان الله وأعطيتك بإلهك ولم أعطك لتقتل ابني فقال خبيب ما كنت لأقتله وما نستحل في ديننا الغدر قالت ثم أخبرته أنهم مخرجوه فقاتلوه بالغدات قالت فأخرجوه في الحديد حتى انتهوا به إلى التنعيم وكما قلت هو مكان قريب من مكه على بعد ثلاثه اميال وخرج معه الصبيان والنساء والعبيد وجماعه اهل مكه لرؤيه مشهد قتل خبيب فلم يتخلف احد اما موتور فهو يريد ان يتشافى بالنظر من وتره وإما غير موتور فهو مخالف للإسلام وأهله لكي يظهروا عداءهم للإسلام ويفرح برؤية مقتل خبيب فلما انتهوا به إلى التنعيم ومعه زيد بن الدثنة أمروا بخشبة طويلة فحفر لها فلما انتهوا بخبيب إلى خشبته قال هل أنتم تاركية فأصلي ركعتين قالوا نعم فركع ركعتين أتمهما من غير أن يطول فيهما كما قلت لم يطول لكي لا يظن أنه يخاف الموت فيطول في الصلاة وبحسب الحديث الذي ذكرته عن ابن سعد كانت ماويه مولاه حجير بن ابي ايهاب التي كان خبيب محبوسا في بيتها وبحسب العلامه بن عبد البر كان خبيب مسجونا في منزل عقبه وكانت زوجه عقبه تزوده بالطعام وتفكه وقت الطعام على كل حال كانت هذه تضحيه هؤلاء الناس وكانوا لا يخافون الموت وكان هؤلاء الصحابه دائما على استعداد للتضحيه بحياتهم من اجل الاسلام وهناك المزيد من ذكر هذه السريه ساذكرها لاحقا ان شاء الله الحمد <سؤال> لله الحمد <سؤال> لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يَعْمَرُ ذو الوجه والنصانه ذي القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وجوه يستجب لكم